مرحلة جديدة في اليمن لبدء مسار استكمال استعادة الدولة وضبط الأمن وتفعيل عمل مؤسسات الدولة الآن. في العاصمة المؤقتة عدن يتواجد رئيس البرلمان ونوابه ومجلس الشورى ورئيس الحكومة معين عبد الملك وأعضاء الحكومة وأيضا عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، وبانتظار عودة باقي أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والرئيس رشاد العليمي. بعد الوصول ستعقد جلسة لأداء اليمين الدستورية ومنح الثقة للحكومة تتويجا لعمليات نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي. وهنا تصريح جديد لمحافظ عدن كشف فيه أنه خلال الأيام الماضية دأبت السلطة المحلية والأجهزة الأمنية على توفير الأجواء المناسبة وفق الإمكانيات المتاحة لاستقبال الحكومة والمجلس الرئاسي. أيضا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني أكد أنه لن يتراجع في اتخاذ أي إجراءات للدفاع عن اليمن ضد أي مشاريع تنفذ أجندة خارجية، وأكد هنا على أهمية توحيد الجهود الوطنية وتوحيد الصف لإنجاح مخرجات المشاورات اليمنية. مجلس القيادة أكد على أن أعضاؤه سيتواجدون في الميدان بعد أداء اليمين الدستورية، وسيتم الاستماع إلى بيان الحكومة ومناقشته ومنحها الثقة. مجلس القيادة أيضا تحدث عن المسؤولية الجماعية مجددا التأكيد على العمل معا لتحقيق أعلى درجة من التوافق واستكمال مسيرة استعادة الدولة وتطبيع الأوضاع.